أحلى شباب دفعة ثالثة ثانوي 2022، أخباركم إيه؟ أخبار المذاكرة إيه؟ عشان خاطر ربنا حفز نفسك، إحنا داخلين خلاص على تلت المنهج، يونت 4 دي تلت المنهج، وبنراجع شغل إضافي تاني كتاب المعاصر. يعني ده مستر خد بالك، في ناس ما بتحلش غير كتاب المعاصر بس، لا يا فندم احنا بنراجع ده شغل زيادة تاني. طب عايز مننا يا مستر؟ عايزك تهدى بقى وما ينفعش تحل معايا. يعني يعني لازم تكون انت حالل في الاول، ما ينفعش يا فندم كل الجمل بتحلها معايا. ما توهمش روحك ان انت، ما انا بقرا الجمله قبليك يا مستر. لا يا باشا، ده انا بقراها وبترجمها. يعني ده هيفرق يا مستر معانا؟ يفرق جدا يا فندم. لازم تبقى حالل انت الاول وبعد كده نصحح مع بعضينا. مستر انا ما اشتريتش الكتاب. يا فندم مش لازم تشتري الكتاب، الكتاب موجود على النت في اي حته. اكتب كتاب المعاصر بي دي اف واقراهم قبل ما تسمع اي فيديو. مستر ما انت منزل الحصص دي حصص اضافية يا مستر، فانا مش هحضرها. هتخسر هتخسر، ده انا بضحك عليك. كلمة حتة اضافية دي عشان انت تبطل كلام. انا بقول لك كلمة حصة اضافية دي عشان انت تبطل كلام، لان انا محطها يا مستر الحصص كتير، فبضحك عليك. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ بروح ضحكان عليك اقول لك ان دي حصة اضافية. لكن صدقني انت لازم تحل. النظام الجديد كله معتمد على الحل. لازم تحل جملة واثنين وثلاثة وتتعرض للموقف مرة واثنين وثلاثة. احفظ كلمات على قد ما تقدر. ان طلعت من امتحان اخر السنة ما ادعيت ليش ابطل اشتغل، ما اشتغلهاش تاني. بس اتعب معايا شوية، اصلا مش هينفع اتعب انا وحدي. انا مش مقصر، انا تعبان وعامل كل اللي اقدر عليه، باقي انت بس. فمن فضلك من فضلك من فضلك، الموضوع مش محتاج انك تراكم الحصص. من فضلك تابع معايا كلمة بكلمة. على اخر يونت 4، على اخر يونت 4 هتلاقي المعاصر يونت 1 خلص، نشتغل في يونت 5 نرجع ليونت 2 المعاصر وهكذا. ماشي لك يونت من قدام ويونت من ورا، وعامل لك حصة مراجعة للثلاث وحدات اللي يعتبر ربع المنهج قبل ما اعمل لك امتحان شامل. طب عايز ايه تاني؟ مستني ايه تاني؟ الموضوع واقف عليك صدقني، انت بس اللي هتقدر تتحكم. ابعد عن اللي بيضحك عليك، مفيش وقت، ده عذر الفاشلين. مش ملاحق يا مستر، ده عذر الفاشلين، مفيش حاجة اسمها مش ملاحق. قسم وقتك، زود ساعات المذاكرة، ما هو ده الميعاد اللي بيزيد فيه ساعات المذاكرة، احنا في شهر 12. مستر اصل لما ندخل شوية هنبقى نشيل، خلاص يا اخويا دخلنا، مستني ايه تاني؟ ندخل فين تاني؟ كل اللي باقيين خمس ست شهور. شد حيلك يا ابني، شد حيلك، اشتري اللقب اللي هتتنادى بيه العمر كله. انت عارف يعني ايه لقب هتتنادى بيه العمر كله؟ الناس كلها هتناديك بيه، انت بتشتريه في تعب، تعب خمس ست شهور. اتعبهم يا حبيبي عشان ربنا يكرمك. افتح يلا معايا صفحة 48، كنا واقفين على بارت 2 الجزء الثاني. سوشيال ميديا يعني مواقع التواصل الاجتماعي، ميد نوت بوسيبل، خلت ايه يا مستر؟ خلت سيتيزن جورناليزم، صحافة، وترجمناها المواطن وفسرتها لك. يعني سيتيزن جورناليزم ان هو يعمل صحافة لنفسه، يتصور ويعرض لنا رحلته ماشي ازاي. سيتيزن جورناليزم بتتم على السوشيال ميديا فقط. Having a or not diet، ان انا امشي على نظام غذائي متوازن. Keeps you healthy، بيخليك صحتك كويسة. And fit، وبيخليك سليم الجسم. ها مستر balanced، balanced يعني يا مستر نظام غذائي متوازن، balanced.
The note of the article موضع المقالة in the first pages في أول الصفحات show it's very important بيبين إنها مهمة. موضع يعنيها مصدر placement. placement يوجد وظيفة يوضع شيء موضع. number four this referee عايز كل المجموعة تحفظ الكلمة دي referee يعني حكم. الحكم has a clear عنده a clear ايه towards our team باين عليه كده عنده انحياز للفريق بتاعنا. he didn't even consult the VAR room about the penalty عنده انحياز تحيز ليه يا مستر للفريق بتاعنا. he didn't even consult لم يستشير لم يستشير the VAR room الأوضة اللي هي فيها الحكام اللي بيدخل يشوف لو في حاجة حصلت عايز يعيدها ولا حاجة about the penalty عن ضربة الجزاء ضربة جزاء ودي بمعنى عقوبة penalty يعني ضربة جزاء أو عقوبة. طلع كل الكلمات واحفظها وائل بيقول لك احفظ كل اللي تقدر عليه. the salesman الراجل البياع tried to persuade حاول يقنع me to buy by putting بيحاول يقنعني بان هو بيحط ايه بقى putting a positive spin ابتدى يزيف الحقيقة عشان يبيع المنتجات بتاعته on their advantage ابتدى يقول كلام زيادة يزيف على المميزات of their products بتاعت المنتجات بتاعته. the not of some data حذف بعض المعلومات will make it impossible هيخلي مستحيل to understand the situation well حذف المعلومات هيخليك ما تفهمش الموقف كويس اسمها يا مستر omission يعني حذف. number 7 يلا يا ريس he didn't get high marks ما جابش درجات عالية in the exam في الامتحان because some of his answers لأن شوية من الإجابات بتاعته were inaccurate غير دقيقة inaccurate أي كلمة مش حافظها يعني أنت مش حافظ كلمات الوحدة. الكلمة اللي بنختارها هي الكلمة الأساسية في الوحدة ركز جامد في كل كلمة بقولها لك يعني انت لو مش حافظ هتحس ان الكلمات صعبة. الجرامر بفهمهولك وبتحل كويس لكن ده فهم امال ده مصدر ده مش فهم خالص ده لازم تكون حافظ الكلمات ده مش فهم خالص حافظ الكلمات اللي علينا وعارف تقرأ الجملة ومترجمها كويس. number 8 taking the wrong decision ان ناخد القرار الخطأ is the direct result هي النتيجة المباشرة of misleading تضليل المعلومة اهو misleading يعني يضلل يضلل كلمة كانت علينا في unit 1. this is a misleading report لا ده تقرير مضلل. in this sentence misleading is a او an mister this is a misleading ادي الادي بتاعت report يبقى دي صفة يا مستر اهو يبقى هنا بيقول لك كلمة misleading هنا ايه ده بيسأل في البارتس اوف سبيتش دي ادجكتيف دي صفة للريبورت تقرير مضلل صفة للريبورت. نمبر 10 misleading يعني تضليل. voters يعني الناخبين تضليل الناخبين is تضليل الناخبين is a crime ان انا اضللهم دي تعتبر جريمة. بيقول لك misleading هنا ايه تضليل يا مستر يبقى هي مش verb هي مش adjective هي مش adverb امال هتبقى يا مستر noun تضليل الناخبين.
نمبر 11 بالينج يعني البلطجة، وخدناها مستر بمعنى تنمر، اللي مش حافظها يحفظها، تنمر. bullying is a not problem، دي ظاهرة اجتماعية، تبقى social problem، ظاهرة اجتماعية. it affects all members، بتؤثر على كل أعضاء المجتمع، بتؤثر على كل أعضاء المجتمع. number 12 you need to، انت محتاج to not this mobile application، انت محتاج تعمل تحديث لبرنامج الموبايل ده، وتبقى update. يعني مستر update يعني حدث موبايل application، تطبيق الموبايل، انت محتاج تحدث تطبيق الموبايل ده. number 13 don't interfere، عايز كل المجموعة تحفظ الكلمة دي، interfere يعني تتدخل. don't interfere اوعى تتدخل with other people's، ها other people's affairs، في شؤون الناس، ما تتدخلش في الشؤون بتاعت الناس. 14 the death موت of her aunt، موت عمتها، had a sad، له تأثير عليها، تأثير حزين عليها. فين تأثير يا مستر؟ هتبقى impact، impact زيها زي effect، زي influence يعني تأثير. but for مستر يعني but for، يعني لولا، لولا. but for your not، لولا دعمك، لولا مساندتك، I wouldn't have solved my problems، ما كنتش هحل المشاكل دي. يبقى but for بتساوي without support، اهي كلمة but for اكتب جنبيها كده، بتساوي without، بتساوي without، يعني يا مستر يعني لولا او بدون. يلا يا ريس اللي بعديها، صفحة 50، لا تكون تايه مني مش عارف انا فين. احنا مش هنسيب جمل، وانا وعدتك ووعدت ربنا قبل ما وعدك، اتعب بس معانا. the writer of this article، الكاتب بتاع المقالة دي، left out يعني exclude يا مستر يعني يستثني، يستثني يعني يا مستر يتخلى، leave out not information، استثنى معلومات مهمة، to mislead the readers، شال، استثنى معلومات هامة، تبقى certain، استثنى معلومات هامة عشان يضلل القراء، شال المعلومات اللي بتفهم القارئ. the manager المدير، asked رحمة المدير، سأل رحمة، تو طلب من رحمة، تو نوت ذا لونج ريبورت، التقرير كبير، هو عايزها تعمل ايه؟ سامرايز يعني تلخص، سامرايز يعني يا مستر يعني تلخص. سيندينج ارسال اند ريسيفينج، وتلقي ايميلز، از وان اوف سكرتاريز ها responsibilities يعني مسؤوليات السكرتارية، secretaries responsibilities إحدى مسؤوليات السكرتارية. number 19 يلا يا ريس، revising يعني مراجعة، the present perfect مراجعة المضارع التام اللي خدناه part 1، is one of the objectives، واحدة من المهام بتاعت unit 1، objectives. I not his thinking، انا واثق في طريقة تفكيره، because he is wise، ده راجل حكيم، يبقى واثق يعني يا مستر trust، اي كلمة مش حافظها طلعها من فضلك واحفظها، trust يعني يثق، وتيجي نون بمعنى الثقة. 21 I am not by the amount، انا متوتر من كمية of work، كمية الشغل، I have to do every way، انا بتوتر من كمية الشغل اللي لازم اعمله كل يوم، يتوتر يعني يا مستر I am stressed، stressed يعني متوتر.
ستريسد يعني متوتر. 22 مستر اشرف نوت، ركز في الكلمة اللي جاية دي وعايزك تحطها في الكلمات لو مش مكتوبة. نوت هيز ستيودنتس، بيعمل عصف ذهني للطلبة بتوعه. تو انكارج زيم، عشان يشجعهم. تو ريد ذا باسج، عشان يشجعهم يقروا القطعة دي، فبيقول لهم بيعمل لهم عصف ذهني، أسئلة وحاجات. يبقى برين ستورمينج يعني عصف ذهني. برين ستورم يعني عصف ذهني. من فضلك طلعها واكتبها عندك في الكلمات. ابديت يعني يحدث، مش هتنفع. ترد يعني يحتجز. سمرايزد يعني يلخص. 23 I have downloaded، انا حملت the latest فيسبوك، حملت اخر تطورات الفيسبوك، اخر تحديثات للفيسبوك، تبقى ابديتس. حافظينها يا مستر. The great not دكتور علاء هاد مين، المجهودات اللي عملها دكتور علاء ميت اللي عملها saved the injured man's life، انقذ حياة الراجل المصاب. مستر مجهودات يعني efforts. efforts يعني جهود او مجهودات. 25 don't try، اوعى تحاول. to not me، انك تقنعني. to waste my time، ان انا ضيع وقتي. chatting online، ما تقنعنيش اضيع وقتي وارجع على النت، انا مش فاضيلك، ده انا راجل في ثانوية عامة. هتبقى don't persuade، يقنع. انا مش فاضيلك يا غالي، ده انا راجل في ثانوية عامة حاطط حلم قدامي ولازم اوصل له، هعمل كل اللي اقدر عليه عشان اوصل، انا مش فاضل الرغي على النت، كل ده هلاقي عليه بعد كده. المعاصر، كتاب المعاصر has not information، بيحدث المعلومات بتاعته، يبقى up to date. up to date information about the new types of exam questions، عنده تحديث على شكل الامتحان الجديد، انواع الاسئلة الجديدة. the door الباب closed، الباب قفل. and the cat was، والقطة اتحبست، هتبقى trapped. in the bathroom اتحبست فين؟ في الحمام. 28 يلا يا ريس. doing not aims بيهدف الى at collecting accurate information، بيهدف الى تجميع معلومات دقيقة. يبقى doing surveys اهو يعني استطلاع رأي او استبيان، وقلنا بتاخد do survey يعني يستطلع الرأي. I used PowerPoint، أنا بستخدم برنامج الباوربوينت سلايدز، شرائح الباوربوينت زي ما أنا بشرح لك عليها الجرامر، شرائح الباوربوينت to make my presentation عشان أعمل العرض بتاعي. I not on the icy ground، أنا اتزحلقت على الأرض الثلجية، تبقى سليد. اتزحلقت الماضي منها سلايد سليد. I not on the icy ground and broke my leg، واتكسرت رجلي. مستر هنا and اهي حرف عطف معناها و، يبقى ده ماضي وده ماضي. in the past في الماضي there was a strong cultural، زمان كان في cultural bias، كان في انحياز ثقافي، الناس كان عندها انحياز ثقافي مش معترفة بالست اصلا. cultural bias against women، ضد النساء، كان زمان في تحيز ثقافي ضد النساء. 32 يلا يا ريس. ده يا مستر ده الديفينيشنز، التعريفات بقى، التعريفات اللي احنا قاريينها نحل عليها مش محتاجه. not is an opinion، راي. about whether a person، الشخص ده، a group المجموعه دي، or idea او الفكره دي، is good or bad، هي كويسه ولا وحشه. that influence how you deal with it، بتعملها مستر، بتاثر ازاي نتعامل معاها، عشان هم حلوين معايا انا ابقى كويس معاهم، ده bias، ده انحياز. عايز تحكم تسمع من الطرفين حتى لو في طرف منهم كويس معاك، انحياز. you're not
is the particular attitude, هو الموقف او الاتجاه الخاص بتاعك انت. Or opinion, او رأيك انت. That you have about something, اللي انت واخده عن حاجة معينة. That point of view. Point of view يعني وجهة نظر. وجهة نظر. رأيك. 34. Not is the way, هي طريقة. Someone talks, تكلم بيها. About information, تكلم عن المعلومات. Or a situation, او الموقف. Especially in order to influence, انا بتكلم عشان اثر عليه. انا بلفق الحقيقة. انا بزود على المميزات. The way people think about it, بخلي بأثر على تفكيرك في الحاجة دي. ده spin يا مستر. Spin. 35. To not is to make someone, هو ان انا اخلي شخص believe something, يصدق حاجة that isn't true. أضلل أخليه يصدق حاجة مش حقيقية. By giving them information, ان انا اديله معلومات that is false, اديله معلومات غلط. يبقى انا بعمل ايه؟ بضلله يا مستر. يعني مسليد. يضلل. يضلل. مسليد. 36. The adjective, الصفة ايه؟ انهي صفة في دول؟ means معناها not completely, not completely correct, يعني مش صح تماما, يعني غلط. inaccurate. مستر لو شال not كنت خدت accurate. 37. not means reports, تقارير. and pictures, وصور. of events, الاحداث. recorded by ordinary people, بتعملها ناس عادية وتنزلها على الفيسبوك عشان انت تعلق عليها. دي اسمها يا مستر, اسمها citizen journalism. وبيقولك especially on the internet, دي بتتم على الانترنت. ارجع لها في التعريف عندك. 38. to be not, عشان تبقى ايه, means معناها giving equal attention, تدي اهتمام مناسب. To all sides or opinions, لكل الاراء, لكل الجوانب. هتبقى انت حيادي, يعني هتبقى balanced, متوازن. 39. Not is the act, هو الموضع. Of finding somebody a suitable job, ان انا الاقي له وظيفة مناسبة. Or place to live, او الاقي له مكان يعيش فيه. اسمه ايه ده يا مستر؟ اسمه placement, الموضع او الوضع. معايا بهوات؟ قول لي جبت كام من 39. اكتب وقيم نفسك جبت كام من 39. ما تسيبش نفسك تايه من فضلك. هات يا مستر اللي بعديه. حاضر. مين تيست كوليكيشنز؟ يلا يا ريس. صفحه 52. 52 على الكوليكيشنز يا مستر. مستر ايمن اسكت اس, طلب مننا تو نوت ايدياز, ان احنا نعمل ايه؟ نستحدث الافكار, ان احنا نعمل عصف ذهني, تبقى تو برين ستورم ايدياز, يستحدث الافكار. اكتبها جنبها عشان ما تنساهاش. يستحدث الافكار, يعمل لها عصف ذهني. I have to not every effort. قلنا effort تاخد make, يبقى I have to make, انا مضطر اعمل every effort, كل المجهود اللي عليا to solve this problem, عشان احل المشكلة دي. It's better, من الافضل, if you not regular updates. updates تاخدها مستر, get, يحصل على. من الافضل if you get regular updates, لو حصلت على التحديثات المنتظمة. For the applications on your tablet, عايزك تحصل على التحديثات المنتظمة على الابليكيشنز, الأنظمة اللي على التابلت بتاعك. نمبر 4. واحدة واحدة. دول بتحلهم منين يا مستر؟ دول الكوليكيشنز. يلا يا ريس. You need to know, انت عايز تعرف. How the negative effects, ازاي التأثيرات السلبية of social media can be, ينفع نتجنبها, عشان دي تأثيرات سلبية, يبقى can be avoided.
ترجم جنبيها يتجنب الآثار السلبية. ترجم جنبيها ما تخافش، يتجنب الآثار السلبية. اسمها يا مستر؟ اسمها avoid negative effects. We must not up to date. لازم نبقى مواكبين. up to date with يعني متحدثين، يبقى نواكب التحدث، يبقى keep up to date with، نواكب التحدث. The latest advancements، مع أحدث التطورات in science and technology، في العلم والتكنولوجيا. Advancements يعني تطورات. Advancements. يلا يا ريس. Losing the match، إن أنا أخسر المباراة. Not a negative impact، حافظينها يا مستر. Have و has effect أو impact، أو يبقى had a negative impact، له تأثير سلبي. On the team's fans، على المشجعين بتوع الفريق. Number 7، The Egyptian Knowledge Bank، بنك المعرفة المصري. Has not the main source، أصبح يبقى has become. بنك المعرفة المصري اللي هو أنتوا بتدخلوا عليه كل يوم ده، أصبح the main source، هو المصدر الرئيسي. Of professional educational support، الدعم، الدعم التعليمي الاحترافي. The last lecture، آخر محاضرة. سميرة، احنا قلنا اسمها يا مستر، اسمها give a lecture، يبقى give. اخر محاضرة اديتها سميرة was about improving، عن تحسين the listening skill، تحسين مهارة السمع. It's a crime، انها جريمة. Do not false information، انك تنشر معلومات خاطئة. ينشر يعني يا مستر spread، ينشر. Spread false information. هات الصفحة اللي جنبيها 53 على synonyms والantonyms. Synonyms والantonyms، وارجع له. افتح معايا synonyms والantonyms صفحة 53. Omission، حذف. And inclusion، والإضافة. Are دي حذف ودي إضافة، بدل ايه؟ antonyms، عكس بعض. The omission، حذف. Of the verb makes the sentence meaningless، حذف الفعل من الجملة بيخليها ملهاش معنى. In this sentence، omission، في الكلمة دي، كلمة في الجملة دي، كلمة omission can be replaced، ممكن نستبدلها بكلمة ايه يا مستر؟ ممكن نستبدلها omission يعني leaving out، تنفع. وتنفع deletion، يبقى addition دي اضافه مش هتنفع، يبقى هنختار A و C. omission يعني حذف، ما leaving out يعني يستثني او يحذف او يتخلص من، وdeletion يعني حذف، يبقى اخترنا A و C. number 3، يلا يا ريس. the content يعني المحتوى. content of this report، محتوى التقرير ده، is misleading، مضلل. The synonym المرادف لكلمة misleading هتبقى false، مزيف، مضلل. When someone is biased، لما شخص يبقى منحاز. He isn't expected to give a أو an، لما شخص يبقى منحيز مش هيدي رأي متوازن، يبقى balanced opinion، مش هيدي رأي متوازن. يلا يا ريس افتح معايا المشتقات صفحة 54. لازم تبص فيهم دول قبل ما تبدأ تحل، لازم تبص فيهم قبل ما تبدأ تحل. يلا يا ريس. It is not honest، مش امين. To not others، انك تضلل الاخرين. مستر بعد تو عايز مصدر، يبقى مسليد فعل، جبنا فعل هنا فيرب، تمام اهو. It isn't honest، ليس امين. To mislead others، انك تضلل الاخرين. number 2، this article، المقالة دي،
has not information. مستر احنا عايزين adjective صفة للانفورميشن، يبقى المقالة دي فيها معلومات مضللة، يبقى misleading صفة فيها معلومات مضللة. The writer الكاتب wants to influence عايز يؤثر the readers على القراء dishonestly بغير أمانة، عايز يأثر عليهم بغير أمانة. Number three there is too much نقط في ايه؟ في انحياز كتير in your article against ضد the other team، في انحياز كتير في المقالة بتاعتك ضد الفريق التاني، يبقى bias انحياز. As a football fan انا كمعجب او انا كمشجع لكرة القدم I am انا منحاز، يبقى I am biased. احنا سهلة سهلة دي bias I am biased انا منحاز I support Liverpool. دي ايه ده مستر صفة؟ امال دي ناوين؟ يلا يا ريس. نمبر 5 we have to not freedom احنا نعمل توازن اهو، يبقى balance بعديها الفيرب في المصدر، عايزين نعمل توازن ما بين freedom of opinion حرية الرأي against public interest ضد الصالح العام. نمبر 6 يلا زعيم هانت freedom of opinion يعني حرية الرأي is not against public interest is balanced balanced متوازنة against public interest ضد الصالح العام. Don't depend on this اوعى تعتمد على هذه المعلومات الغير دقيقة inaccurate information in making the final decision في أخذ القرار النهائي. To be a good learner عشان تبقى متعلم كويس one should be keen on his fluency and مستر fluency ده ايه؟ الفصاحة وطلاقة ناون and يبقى انت عايز ناون and accuracy والدقة ناون and بتعطف اللي قبليها زي اللي بعديها. To show that an article is important عشان تبين ان المقالة دي مهمة the editor رئيس التحرير not it in the first page حطها او بيضعها فين يا مستر؟ في الصفحة الاولى، يبقى places يضع places يعني يضع. ماشي معايا كويس؟ كمل معايا. expressions والidioms لو بصيت فيهم كويس مفيش جملة هتقف قدامك، لو بصيت فيهم كويس مفيش جملة هتقف قدامك. A gang of thieves عصابة لصوص were arrested اتقبض عليهم while digging وهم بيحفروا digging out dig out يعني مصدر يعني يستخرج يعني ينقب عن يستخرج او ينقب عن dig out ancient Egyptian antiquities يعني الانتيكات بتاعت او التحف بتاعت المصريين القدماء. leave out لسه واخدينها من شوية يعني يستبعد يعني يستخلص يعني يستثني leave out يعني يترك او leave out the students who failed the exam from the school trip استثنيهم طلعهم من رحلة المدرسة. number 3 mom went out مامتي خرجت and locked the door وقفلت الباب leaving me trapped سابتني محبوس in my room في الأوضة بتاعتي trapped in محتجز trapped in يعني يحتجز فيه. أحمد presented me قدمني to his friends قدمني لأصحابه not his teacher على إن المدرس بتاعه يبقى as كان. هات يا ريس الصفحة اللي بعديها يكش اللاعب مش حال الرب ناخده
advanced exercises on vocabulary. يلا رايز. Don't expect عمر. اوعى تتوقع عمر. To take a quick decision. ان هياخد قرار سريع. He is a او an. ده راجل متوازن يا باشا. Balanced. Balanced person. ده راجل متوازن. Who thinks carefully first. بيفكر في الاول. يبقى هنا balanced بمعنى متوازن. ماشي مع سياق الجملة. Sadly للأسف. Sadly some people بعض الناس in Europe في أوروبا and the USA بعض الناس في أوروبا في الولايات المتحدة still have not against the black لسه عندهم انحياز ضد اللي بشرتهم سودة يبقى bias the black اللي هم الجماعة السود. His refusal الرفض بتاعه has not me in a tight corner حطني في محنة في مأزق يبقى placed me وضع و tight corner عايزك تحفظها يعني محنة أو مأزق عايزك تحفظها in a tight corner يعني في محنة أو في مأزق. Number four I had a 3 month knot in the sugar factory هنا placement جاية بمعنى تدريب عملي كلمة جديدة اهو مش بمعنى وضع هنا جاية بمعنى تدريب عملي خدت تدريب عملي 3 شهور في مصنع السكر. Don't try to put a ما تحاولش تزيف ما تحاولش تختلق يبقى spin on your exam results ما تحاولش تختلق في درجات الامتحان بتاعتك. You have got low marks in all subjects مش محتاج ان انت جايب في كل المواد درجات وحشة فما تحاولش تبرر تمام او يزين او يختلق بتقال عليها بالعامية كده ايه ما تحورش علينا اهو ما تحورش ما تحورش في درجات الامتحان كل درجاتك سيئة تمام كده حبايب الغاليين خلصنا الفوكاب وارجع يلا بسرعه حبايب الغاليين عشان نحل مع بعضينا على الجرامر كان يا مستر the past simple والباست كونتينيوس الماضي البسيط والماضي المستمر تعال نشوف لاعب في ايه بقى في المعاصر ميني تيست 1 ده الاختبار الاولاني صفحه 64 سما نوت مي ويز ماي هوم ورك 2 اورز اجو مستر خلاص خلصه اول ما قال لك 2 اورز اجو يبقى انا بتكلم على الماضي البسيط سما هي اللي ساعدتني يعني الجمله معلوم الجمله معلوم فهتبقى هيلبد الجمله معلوم فهتبقى هيلبد طب يلا يا مستر نفس الجمله اي نوت ويز ماي هوم ورك 2 اورز اجو انا اتساعدت انا اتساعدت يعني كده الجمله يا مستر الجمله مجهول يبقى هيلبد مش هتنفع هلبس مش هتنفع دي مضارع مش هتنفع كاتب لك 2 اورز اجو فمش هتنفع غير ووز هيلبد انا اتساعدت مش انا اللي ساعدت يعني مجهول يا مستر اه طب هو الباسف بتاعه ايه ووز وير والتصريف الثالث الفعل نمبر 3 اي نوت لانش مام ديد ات مامتي طبخت يبقى انا مش هطبخ الغدا اه مستر ده ماضي بسيط اه ماضي بسيط طب معلوم ولا مجهول معلوم تنفع كوكد ووز كوكد مش هتنفع تنفع didn't cook wasn't cooked مش هتنفع دول الباسف مستر كده 2 ماضي بسيط واحده معلوم واحده مجهول سوري واحده اثبات واحده نافيه طب هتعملها مستر اقرا الجمله انا طبخت الغدا مامتي طبخته ازاي يا مستر يبقى طبخت مش هينفع I didn't cook انا ما طبختش I didn't cook lunch. أنا ما طبختش الغدا. Mom did that. مامتي هي اللي طبخته. طب يلا معايا. نمبر 4. Lunch. الغدا. اه كده يا مستر يبقى مجهول. اه مديني جملة معلومة وجملة مجهول. الغدا ما اتطبخش بواسطتي. مامتي هي اللي طبخته. كده مجهول يا مستر يعني didn't cook مش هتنفع. يعني cooked مش هتنفع لأن دول معلوم. اه لو قلت ووز كوكد يبقى هو الطبخ بواسطتي
ازاي يا مستر لما مامتي اللي عملته؟ يبقى مش هينفع، يبقى وزنت كوكد، ما طبخش بواسطتي، مامتي طبخته. طب بص على اللي جاي، not the children to school in your car. هل خدت الطلبة العيان للمدرسة في عربيتك؟ مستر دي مش هتنفع عشان ده سؤال، ودي مش هتنفع يا مستر، اتبقى لي دي واتبقى لي دي، واحدة معلومة واحدة مجهول. هل أخذت أدي المعلومة أدي المفعول أهو يا مستر، يبقى إذا دي معلوم، يبقى where you taken غلط، هتبقى did you take. هل أخذت الأطفال للمدرسة في العربية بتاعتك؟ طب بص على اللي جاي، نمبر 6، ايه ده عاملها هي بس باسف، يلا اهو مجهول، يا رب ما تغلطش فيهم بقى. دي مش هتنفع يا مستر عشان خاطر علامه الاستفهام، دي مش هتنفع يا مستر عشان خاطر علامه الاستفهام، اتبقى لي اتنين. ها ديد يو تيك، مفيش يا مستر تشيلدرن هنا، يبقى مش هتنفع. وير ذا تشيلدرن تيكن، وير ذا تشيلدرن تيكن، اتعلم المدرس بتاعك بيحل ازاي. ان اتعلمت انا بحل ازاي انت هتحل ومش هتغلط، انا متاكد. طب يلا يا مستر، نمبر 7، وات نوت تو سولف ذا بروبلم، عملت ايه عشان تحل المشكله؟ معلوم يا مستر؟ اه معلوم. طب يو ديد مش هتنفع عشان دي مش صيغه سؤال. طب يو وير دان مش هتنفع عشان مش صيغه سؤال. مستر وير دان مش هتنفع عشان مش بس مش حاطط الشخص اهو، يبقى ديد يو دو. وات ديد يو دو تو سولف ذا بروبلم، عملت ايه عشان تحل المشكله؟ قال له اي بيد ذا بيل، دفعت الفاتوره. طب بص اللي جاي، وات نوت تو سولف ذا بروبلم، مستر مفيش ديد يو دو اهو. طب ويو ديد مش هتنفع. طب ووز دان، وات يو وير دان، ايه رايكم؟ يو وير دان، لا كانت تبقى وات، يبقى دي مش هتنفع، يبقى وات ووز دان، ايه اللي اتعمل؟ مفيش غيرها باسف، وات ووز دان تو سولف ذا بروبلم. طب ليه ما خدتش دي يا مستر؟ مفيش فعل مساعد، مفيش فعل مساعد، هنا وات ووز دان، ايه اللي اتعمل؟ تو سولف ذا بروبلم، قال له اي بيد ذا بيل، دفعت الفاتوره. تمام؟ يلا يا ريس، هات تيست 2 صفحة 65 اهو، ميني تيست 2 بيحكي عليها مستر، بيحكي على يوزد 2 ويوزد ام ويز وار يوزد 2 فيربو ان جي يوزد 2 المصدر اهو، لين يوزد ها تو دو يوزد 2 المصدر. طب هات اللي بعديها، لين جت يوزد 2، مستر ما انت قلت لنا ان جت وbecome وverb to be يجيب بعديهم used، عايز تو الverb فيها ing اهو، ممكن تكتبها عندك am و is و are اهو، am و is و are used to، بيجي بعديها فعل زاد ing، ينفع يا مستر نشيل am و is و are واحط مكانهم الفعل get، او احط مكانهم الفعل بيكم، ينفع اشيل ام وايز وار واحط مكانهم الفعل جيت، او احط مكانهم الفعل بيكم. طب نمبر 3، اي نوت واتشنج مستر ده اي ان جي، يبقى يوز تو مش هتنفع، يوز فور مش هتنفع عشان ده عاقل، ووز يوز فور مش هتنفع عشان ده عاقل، امال ام يوز تو اهي، ام يوز تو. هات اللي بعديها، نمبر 4، يلا يا ريس، كوتون القطن ووز يوزد، هنا معناها استخدم، استخدم في ايه يا مستر؟ القطن بنستخدمه عشان نصنع بيه الورق، فور ميكينج صح وتو ميك صح، يبقى ام سي يا مستر. قلنا في غير العاقل بي يوزد تو مصدر، be used for verb ing، في غير العاقل be used to مصدر، be used for غير العاقل معناه يستخدم في verb ing. يلا يا ريس، I not some old friends
The other day. اوعى تنسى the other day دي كلمة دالة على الماضي البسيط. كلمة دالة على الماضي. مش هينفع عن ميتنج، مش هينفع مضارع تام، مش هينفع مضارع بسيط، يبقى مفيش غير منت. كلمة دالة على الماضي the other day. هات الاكسرسايز التالت. اوعى تكون مش معايا، اوعى تكون مش مركز. مستر اشرف not at home yesterday، ما كانش في البيت امبارح. مستر ما فيش حاجه في الانجليزي اسمها didn't be. من فضلك verb to be بيتنفي بنوت، لا don't ولا doesn't ولا didn't. verb to be بيتنفي بنوت، يعني هنا هتبقى مستر wasn't. wasn't. طب يلا يا ريس. I not any drinks for breakfast this morning. انا ما شربتش اي مشروبات عشان نافي اهو للفطار النهارده. طب يا مستر هاد مش هتنفع عشان الجمله منفيه. هادنت مش هتنفع عايزه بعديها تصريف ثالث. هافنت مش هتنفع عشان عايزه بعديها تصريف ثالث. مستر ما عنديش غير didn't have. نفي have وhas وhad بdon't وdoesn't وdidn't. لكن لو have وhas وhad وراهم تصريف ثالث كان نفيهم بhaven't وhadn't. ركز في الحته دي. لو وراهم تصريف ثالث يعني هم فعل مساعد احط لهم not، لكن لو هم فعل اساسي اجيب من عندي don't وdoesn't وdidn't. نمبر 3 I called you because I not who took your tablet. انا ندمت عليك عشان مش عارف مين اللي خد التابلت بتاعك. يلا يا مستر. I called you because I. ما تنفعش يا مستر ماضي مع مستقبل. ما تنفعش ماضي مع مضارع بسيط. ما تنفعش ماضي واحط بعديه اي ان جي كده على طول. لازم في حاجه بتجيبه الاي ان جي. والفعل نو من الافعال اللي ما تجيش في الازمنه المستمره. مستر ما عنديش غير did نو. هي ايه did نو دي؟ كانها نيو. انا ندمت عليك عشان عرفت مين اللي خد التابلت بتاعك. ممكن تكتب جنبيها يمكن استخدام دو وداز وديد قبل الفعل الاساسي للتوكيد. يمكن اهو يمكن استخدام دو وداز وديد قبل الفعل الاساسي للتوكيد. يمكن استخدام دو وداز وديد قبل الفعل الاساسي للتوكيد اهو ديد نو. خد بالك من الاثنين اللي جايين دول جبتهم لك في خمسه في خمسه، بس انت برضه دايما مش مركز فيهم وبتغلط فيهم. وود راذر وحديها يجي وراها مصدر. طب وود راذر فاعل. وود راذر فاعل يجي هنا ماضي بسيط. طب وود راذر فاعل ومدي لك كلمة دالة على الماضي. كلمة ماضي يبقى هيجي هنا ماضي تام. اسمع تاني من فضلك، ولو مش عارفهم من فضلك اكتبهم. قلتهم في خمسة في خمسة وبرضه في ناس غلطت فيهم لما جبتهم في الامتحان. وود راذر اسمها وود راذر، تانية اسمها هاد بيتر، دي اسمها وود راذر. وود راذر لو جت لوحديها مصدر يجي وراها مصدر. لو جه بعديها فاعل ومش مكمل في الجملة مش معرفني انها في الماضي يبقى خلاص اجيب ماضي بسيط. لو جه بعديها فاعل وجاب كلمة دالة على الماضي يبقى كده اجيب بعديها ماضي تام. يعني يا مصدر الاولانية دي I'd rather you didn't take، يا ريتك ما اخدت التابلت بتاعي. طب I'd rather you hadn't taken، يا ريتك ما اخدت التابلت بتاعي امبارح. اسمع تاني من فضلك. جاي تحكي عليا يا مستر، جاي بحكي على وود راذر. وود راذر فاعل يبقى هجيب يا ماضي بسيط يا ماضي تام. اعرف منين يا مستر؟ بص على اخر الجمله، بص على الجمله. حاطط كلمه دالة على الماضي يبقى انت هتحط ماضي تام. مش حاطط كلمه دالة على الماضي يبقى انت هتحط ماضي بسيط. تمام؟ اعيدها تاني. كتبتها. طب انت حر.
هات يا مستر اللي بعديه. هنحل على الباست كونتينيوس. يلا يا ريس صفحة 67. At three yesterday إذا أعطى كلمة دل على الماضي وحدد معاها معاد نختار ماضي مستمر. At three yesterday امبارح الساعة 3 the mechanic not my car engine يبقى was checking. اكتب جنبيها عشان ما تنساش إذا أعطى كلمة دل على الماضي. إذا أعطى كلمة دالة على الماضي وحدد معاها معاد. إذا اداني كلمة دالة على الماضي وحدد معاها معاد نختار ماضي مستمر. نختار ماضي مستمر. إذا أعطى كلمة دالة على الماضي وحدد معاها معاد هنختار ماضي مستمر. نمبر 2 at 3 yesterday. ايه ده يا مستر عامل ايه؟ هي نفس الجملة بس جاب لك my car engine يبقى كان بيتفحص يبقى was being checked. يعني الجملة الأولانية دي معلوم اكتب والجملة دي مجهول. بتعرفهم منين يا مستر؟ دي فيها مفعول اهي. هنا بادئ بالمفعول. تمام؟ هات اللي بعديها يا ريس. ركز كويس معايا. ماي شيرت يعني ايه يا مستر؟ يعني القميص بتاعي. ووز نوت ايروند يستر دي. القميص مش هيكوي، القميص هيكوي. مديلك ووز ومديلك ايروند يبقى بقى بينج. التكوين بتاعه ووز وير والفعل فيه اي ان جي لو معلوم، ووز وير بينج والتصريف الثالث لو مجهول. وايل سلمى ووز سويمنج وسلمى بتعوم. In the pool. Her aunt عمتها كانت بتسمع موسيقى يبقى was listening. اكتب جنبيها كده حدثين مستمرين في الماضي ولم يقطع أحدهما الآخر. اكتب اللي بقولك عليه. حدثين مستمرين في الماضي ولم يقطع أحدهما الآخر. الاتنين مستمرين ومفيش حد قطع التاني. What not when I saw you yesterday. ايه اللي حصل لما شفتك امبارح؟ What happened. What happened. ايه اللي حصل؟ Test 5. يلا يا ريس Test 5. يلا زعيم. صفحة 69. Not I was taking a shower. وانا باخد حمام. My phone rang. ما انا قلت لك ان ينفع وين تحل محل وايل. يعني هنا يا مستر وايل تنفع وين تنفع. يعني لما اجي اختار A وB. يعني لما اجي اختار A وB. طب بص على تحتيها. I was taking a shower. جاب الماضي المستمر قبليها. كده وين وحديها ما تنفعش وايل. اهو وين ماي فون رانج توايس. اسمع تاني. ينفع وين تساوي واي. ينفع وين تساوي واي يجي بعدها ماضي مستمر ماضي بسيط. وينفع يجي وراها فيرب اي ان جي على طول. اذا لم ياتي فاعل بعد افتر بفور وواي ووين ياتي فعل في اي ان جي. طب يلا يا مستر بص على اللي جايه دي. نوت ماي شاور مستر ده ناوين يبقى ديورينج ما تنفعش وايل. طب بص على اللي جاي. doing my homework. doing my homework. the light is مستر ده الفاعل مختلف. الفاعل مختلف يعني مش هينفع وايل doing. لكن تنفع وايل I was وتنفع when. يعني كان المفروض هنا يحط لي A و B بس. كان المفروض هنا يحط لي A و B بس مش A و B و C. ليه يا مستر؟ الفاعل مختلف يا فندم. ما احنا قلنا ان الاختصار ما ينفعش الا اذا كان نفس الفاعل. احنا قلنا الاختصار ما ينفعش الا اذا كان نفس الفاعل. هنا الفاعل غير الفاعل ده. تمام؟ نمبر 5 not my departure اثناء رحيلي. I felt very nervous and even sad.
اثناء رحيلي، ده ايه يا مستر؟ ده ناون، ما ينفعش وايل، كانت تبقى وايل ان ماي ديبارتشر مستر، ما تنفعش اون، ما تنفعش از، واللي بتساوي وايل بتساوي از، يبقى ما فيش غير اون يا مستر، معناه اثناء الرحيل. اون بيجي بعديها ناون او فيرب ان جي. اثناء الرحيل وانا برحل، تمام؟ ايه اللي حصل؟ I felt very nervous and even sad. تمام يا ريس، هات نحل يلا على الجرامر كله بقى. نحل على الجرامر كله. يلا يا زعيم. مستر أشرف not to the club yesterday، ايه الجملة ده يا مستر؟ went. ماضي بسيط اهي. ماضي بسيط yesterday. My uncle not me at 9 yesterday as arranged. اتصل بيا امبارح الساعة 9 زي ما كنا مرتبين. كولد. ناس كتيرة جدا ممكن تشوف arranged وتفتكرها تبع المضارع المستمر بتاعت يونت 3. لا يا باشا، ما هو yesterday الساعة 9 امبارح، احنا كنا مرتبين وخلصنا. تمام. My uncle didn't، بعديها المصدر يا مستر تبقى didn't call. didn't call me، ما اتصلش بيا زي ما كنا مرتبين. never، never بيجي بعديها الفعل زي ما هو ماضي، يبقى never called. I never called him at night when he was on holiday، وهو في الأجازة. did مستر وليد، ما أنا قلت لك did فاعل مصدر أهو offer، وتعالى جنبيها واكتبها عشان أحسن تكون ناسيها. do does و did أهو. do و does وديد بعديهم فاعل ومصدر، بعديهم فاعل ومصدر. دو وداز وديد بعديهم فاعل ومصدر. نمبر 6، وير نوت ذا نايس بلاوز سما. وير ها يو جت، مش هتنفع، انا عايز فعل مساعد. وير ديد يو جيت، تنفع، جبت منين البلوزه دي؟ have you got، ما لسه ماسكها في ايديها، تنفع، يبقى بي وسي يا مستر. ما انا شايف البلوزه ما عليها اهو، يعني فعل حاسس في الماضي وليه اثر، جبتيها منين اهو. امير not me to do my homework، امير ساعدني اعمل الواجب. اه مستر هتبقى helped. مستر ليه ما تنفعش help؟ كانت تبقى helps. ليه مش was help؟ دي جمله معلوم. أمير مفرد ياخد هاز، ما ياخدش هاف. أنا بوريك أنا بحل إزاي. نمبر 8، I not with my own homework، أنا اتساعدت في الواجب بتاعي. كده بس يبقى مستر أهو، هيلب مش هتنفع، هيلبت مش هتنفع، هاف هيلبت مش هتنفع، مفيش غير ووز هيلبت الوحيدة اللي بس أهو. مجهول، مجهول. رؤية who is 16، رؤية اللي عندها 16 سنة. was born، اتولدت the other day. ازاي يا مستر اليوم اللي فات ده؟ وانسى ابونا ذات مرة. ازاي يا مستر 16 years كانت تنفع لو فيها جو؟ يبقى دي مش هتنفع برضه، يبقى ما فيش غير ان 2005. اتعلم بحل ازاي. رؤية who is 16، ايه ده يا مستر نفس بتاع ووز بورن بس هنا حاطط اجو، يبقى اللي فوق يا مستر 16 years ago. طب يلا. I ran into، انا قابلت بالصدفه رؤية، قابلتها في يوم، يبقى 16 years مش هفتكر حاجه من 16 سنه، ولا سنس عشان ما فيش مضارع تام، ولا وانس ابون ا تايم. I ran into، انا قابلتها the other day، اليوم اللي فات. لا قابلتها مش مره، لا قابلتها اليوم اللي فات. the other day كلمة دل على الماضي البسيط. the boys الأولاد not much noise when I arrived، العيال كانت عاملة زيطة لما أنا جيت أهو. we're making حدث مستمر وحدث حصل وسطه. the boy مستر أصل دي جامعة فخدت we're making، طب ودي يا مستر ما اصلها نفس الجمله بس بوي ده مفرد، يبقى ووز ميكنج ادق حاجه. اه يا باشا ده مفرد ادق حاجه،
ادفع حاجه تلاقيه بيسال فيها. طب يلا يا ريس. نمبر 14. نمبر 14 ماتش نويز، زيطة كتير. ماتش نويز مستر ده باسيف؟ اه طبعا. نقط وين اي ارايفد؟ يبقى ووز بينج ميد باسيف. طب يلا 15 ذا ليتل جيرل، البنت الصغيره. ووز نوت هير دولز هير، بتمشط شعر العروسه بتاعتها، يبقى ووز كومينج. يعني يا مستر تمشط شعر العروسه بتاعتها؟ ركز كويس تاني معايا. يلا يا ريس. ذا هير اوف ذا ليتل جيرلز دول، الشعر بتاع العروسه الصغيره. ووز بينج كومبد. تمام. 17 نوت واتشنج ا فيلم، قلت لك ينفع الاثنين، تنفع وايل وتنفع وين، يعني ايه وبي. طب ديورينج يا مستر لا ياتي بعد ديورينج فعل زاد اي ان جي. 18 نوت ذا فيلم، اهو بيجي بعديها ناون، اهو ديورينج ذا فيلم، ديورينج ذا فيلم. 19 فروم 7 تو 11، من الساعه 7 للساعه 11 لي نوت هير ليسونز، كانت بتراجع الدروس بتاعتها، يبقى ووز ريفايزنج. From 7 to 11، من 7 ل 11 leans lessons، الدروس بتاعتها were being revised، كانت بتتراجع. ده المجهول، واللي فوق دي المعلوم، الجملة المعلوم والمجهول بتاعها. طب يلا يا ريس. 21 I used to get، أنا متعود أو كنت متعود أصحى قبل شروق الشمس. I became، قلت لك became او got used، عايز تو فيرب واي ان جي، يبقى تو جيتنج. اوعى تنساها، فيرب تو بي يوزد تو فيرب واي ان جي، become او get يوزد تو فيرب واي ان جي. تعال نشوف السبيشال كيسز، ركز كويس من فضلك. My mother مامتي not the table for lunch. My mother said، تنفع. طب has said، مفيش كلمة دالة تنفع. طب was sitting، مفيش كلمة دالة على المستمر تنفع، يبقى مستر A و B و C. مفيش كلمة دالة على الزمن، أهو. My mother رتبت الترابيزة للغد، رتبت الترابيزة للغد، كانت بترتب الترابيزة للغد. مفيش كلمة دالة، طالما مفيش كلمة دالة يبقى أنا خلاص اخترت. طب يلا تاني. My mother not the table for lunch when I arrived home. كده يا مستر في كلمة دالة اهو. When I arrived home مامتي كانت بترتب الترابيزة. So I helped her، ده أنا كمان دخلت وساعدتها، يبقى was sitting. ركز كويس. طب بص على اللي جاي. 25 My mother not the table for lunch then. ما أنت حفظنا يا مستر إن then قبليها ماضي بسيط وبعديها ماضي بسيط، قبليها ماضي بسيط وبعديها ماضي بسيط. اه مستر يعني هتبقى ست ماضي بسيط. 29 she not her thumb didn't she. مستر السؤال المزيل اهو، السؤال المزيل المنفي، يبقى الجملة هنا هتبقى مثبتة، عايز ماضي بسيط مثبت، مفيش غير هار. طيب جرحت او اصابت الابهام بتاعها. خد بالك من اللي جاي واللي بعديها، اغلب الطلبه بعتوها عشان خاطر الكوماديز اهو. تعال نشوفهم، نحط الاثنين جنب بعض اهو يا ريس، الكوما وهنا من غير كوما. مستر هي الكوما تفرق؟ تفرق جدا. الكوما خلت علي منادى، خلت علي منادى، لكن هي هنا مش منادى. ركز جامد. طب هنا يا مستر بيقول له ايه؟ هل
اطعمت يا علي، يعني في حد اكلك هنا يا علي، الكومه دي كانها يا اهو. هل اطعمت، اطعمت يا علي، هنا هتبقى مجهول يا مصدر، يبقى وير يو فيد، هنا هتبقى مجهول. طب اللي بعديها يا مصدر، اللي بعديها هل اطعمت علي، علي ده المفعول، يبقى انا عايز معلوم، هتبقى هل، هل انت اطعمت علي، اهو هل انت اطعمت علي، علي ده مفعول. امال علي هنا مصدر منادى يا علي، مفيش طالب بيحل ما بعتليش الجملتين دول، قال لي ايه رايك فيهم يا مصدر، قلت له عشان الكومة، عشان الكومة، الكومة خلته في اول جملة منادى، لما مفيش كومة يبقى هو مفعول، طالما مفعول الجملة اللي فيها مفعول يبقى دي جملة معلوم لانه مش بادئ بيه. تمام، بص على اللي بعديها. ايه ده، جت واحده تانية يا مستر، جت واحده تانية اهو، نط علي، بس دي يا مستر دي جمله، جمله مش سؤال، يعني وير يو فيد غلط، يعني ديد يو فيد غلط، يعني وير يو فيدنج غلط مستر، يو وير فيد، يو وير فيد جملة خبرية، ما تنفعش تبدأ بفعل مساعد اهو، جملة خبرية ما تنفعش تبدأ بفعل مساعد. نمبر 13، I always يقتل مفعول كلمة المضارع إذا كان هناك جملة ماضي. الزمن الوحيد اللي ما بيجيش قبل وين؟ المضارع التام والمضارع التام المستمر. طب يا مستر I always got up early، ما تنفعش had got لأن ما فيش حدثين بيحصلوا قبل بعض. I always got up early لأنها عادة في الماضي، عادة في الماضي. When I was a primary school student، طالب في مدرسة ابتدائية. A sharp knife، السكينة الحادة. Is used كده تستخدم فيه، يبقى to cut هنا معناها تستخدم فيه، ده مجهول خد بالك، تستخدم فيه. طب يلا يا ريس، 32، I not who had broken the glass window، I knew انا عارف مين اللي كسر، was knowing ما يجيش في الازمنه المستمره، did know ما دي هي هي دي يا مستر، ما انت قلت لنا ان ينفع do و does و did تيجي قبل الفعل الاساسي للتوكيد، يبقى ايه وسي يا مستر، ايه وسي. I wish، wish زي would rather، بعديها فاعل، تحط ماضي بسيط للتعبير عن امنية في الحاضر، تحط ماضي تام للتعبير عن امنية في الماضي اهو. I wish اهي و I wish اهي، تعال نحل مع بعضينا مستر، مفيش كلمة دالة على الماضي يبقى يجي بعدها ماضي بسيط اهو، يبقى I'm having مش هتنفع، was having مش هتنفع، have مش هتنفع. وش زي would rather، وش دي قاعدة لوحديها جاية في الترم الثاني، if only I wish، بعديها فاعل يجي معها ماضي بسيط للتعبير عن أمنية في الحاضر. طب لو كانت أمنية في الماضي، تعال نشوف. I wish you not me to lend you money، you only embarrassed me، أنت أحرجتني، يا ريتك قلت لي، يبقى I wish you hadn't asked me، يا ريتك ما طلبت مني فلوس، انت احرجتني. تمام، hadn't asked، اسمع تاني، مع wish، مع wish للتعبير عن امنية في الحاضر يجي بعديها ماضي بسيط، للتعبير عن امنية في الماضي يجي معاها ماضي تام، للتعبير عن أمنية في الحاضر ماضي بسيط، للتعبير عن أمنية في الماضي ماضي تام. طب يلا يا ريس، 34، It's a high time he، قلنا ماضي برضه يبقى return، نفس الكلام. would rather جت تاني ايه،
I'd rather you not me to lend you money. You embarrass مضارع يا مستر. اه مضارع اهو. يعني دي غير اللي تحت يا مستر. اه غير اللي تحت دي مضارع. يبقى يا ريتك ما طلبت مني. I didn't ask. الجمل دول اهو مهمين جدا. راجعهم تاني مرة واثنين وثلاثة. الجمل دول مهمين جدا. ادي وش اهي. بعديها فاعل. جبت ماضي عشان ما فيش كلمة دالة على الماضي. تعبير عن امنية في الحاضر. It's a high time. بعديها فاعل. جبنا ماضي. ارجع لها عندك. شوفها مكتوبة ولا مش مكتوبة. Would rather. فاعل. جبت ماضي بسيط عشان الجملة ماشية مضارع كلها. وش. فاعل. جبت ماضي تام عشان الجملة ماشية ماضي. تعبير عن امنية في الماضي. 37. Not on holiday. طالما في حرف جر يبقى while. While on holiday مش هتنفع during. كانت تبقى during holiday على طول. When not unit 1. وانا براجع unit 1. I feel asleep. ينفع بعد when يجي ing اهو. كانها while revising unit 1. I feel asleep. حدث مستمر وحدث قطع. اهو. حدث مستمر وحدث قطع. هنا بتعبر عن ايه يا مستر؟ هنا كانها وايل بالظبط. هنا تعمل عمل وايل بالظبط، كانها وايل. Not my father's arrival. لما بابايا وصل the children cheer. اول ما باباهم وصل او بابايا وصل الاطفال فرحت خالص. ده فوريه يا مستر قلنا. تعتمد على الفوريه، الحدث فوري، اول ما جم هتفوا. I not my parents. يلا نشوف. was loved دي بس مش هتنفع. الفعل love ما بيجيش في الازمنه المستمره. دي بس مش هتنفع، ما فيش غير love. انا كنت بحب والدي. my car العربيه بتاعتي not down midways. عطلت في نص الطريق. فين عطلت يا مستر؟ was breaking مش هتنفع. was broken مش هتنفع. العربيه هي اللي عطلت. عايز معلوم. هات broken لازم يبقى في حدث تاني. ما عنديش غير بروك. اتعلم المدرس بتاعك بيحل ازاي حتى ان كان بيحل بسرعه عشان الكلام ده كله متكرر. الكلام ده كله متكرر وانت حله مره واثنين وثلاثه. دي مش اول مره تتعامل معاه. تشيك يور اندرستاندينج. الشويه اللي عايزين فهم بقى. الشويه اللي عايزين فهم. مستر محمد يوزد تو لايك هوت بيبر. اعتاد انه بيحب الفلفل الحار. ان هيز فود في الطعام بتاعه. يعني كان متعود ياكل فلفل حار في الايه؟ في الاكل بتاعه. هو معناه ايه؟ معناه يا مستر يوزد تو لايك اعتاد ان يفعل شيء في الماضي وهو الان لا يفعله. يعني لايك از ات ناو. لا ازاي يا مستر؟ لما هو كان بيحبه ما بيحبوش. يعني نو لونجر لايك ات. لم يعد كان يحبه. مش هتنفع يا مستر. طب doesn't like it now. هو مش بيحبه دلوقتي. اه تنفع. طب no longer likes it. لم يعد يحبه دلوقتي. اه تنفع. طب مين ادق يا مستر؟ خليك في دي اي. لكن الاثنين صح. doesn't like it now. الاثنين صح وانا مسؤول عن اللي بقوله. لم يعد يحبه و doesn't like it now يعني مش بيحبه دلوقتي. it دي عايدة على البيبر الفلفل. هات اللي بعديها. مستر محمد didn't use to like hot pepper. ما كانش متعود يحب الفلفل الحار in his food. ده معنى ايه؟ ما كانش متعود يحب. يعني هو مش بيحبه دلوقتي؟ لا. يعني هو مش بيحبه دلوقتي؟ لا. يعني هو ما كانش بيحبه؟ لا. ده معنى ان هو دلوقتي بيحبه. likes it now. لم يكن. لم يكن. اه اعتاد اهو. ركز معايا. didn't use to المصدر. كلمة اعتاد ان يفعل شيء في الماضي. لم يكن معتاد ان يفعل شيء في الماضي وهو الان يفعله اهو. يعني دلوقتي بيحبه. تمام. I wish I were rich. مستر دي بعديها ماضي بسيط. يبقى تعبير عن امنية في الحاضر اهو. دي امنية في الحاضر. نجي بعد وش ماضي بسيط تعبير عن امنية في الحاضر. هو بيتمنى يكون غني. يعني معنى كده ان هو مش غني. isn't حاضر مضارع.
لو اخترت wasn't كانت تبقى هنا hadn't been او had been. لو ما اختار ماضي بسيط تعبير عن امنية في الحاضر، لما اختار ماضي تام تعبير عن امنية في الماضي. اهي جات اهي. I wish I had got up early. يا ريتني صحيت بدري. معنى الكلام ده ايه؟ The speaker عايز ماضي يا مستر. يبقى ده مش هينفع. ده مش هينفع. هنا got وهنا didn't get. مستر ده مغير الصفة. يبقى هو يا ريته صحي بدري معنى كده ان هو صحي متاخر، يبقى مش هتنفع نفي يا مستر، هتبقى غلط لانه مغير الصفه. When I was at home وانا في البيت I forgot all about work، بنسى كل حاجه عن الشغل. What does this mean؟ ده معناه ايه الجمله دي؟ معناها when on home مش هتنفع يا مستر. On home I forgot مش هتنفع. During home يعني اثناء المنزل، يبقى مفيش غيرها دي يا مستر. While at home I forgot all about work، وانا في الشغل نسيت كل حاجه، او انا في البيت نسيت كل حاجه عن الشغل. تمام. تايه كمل. Advanced exercises اللي بتبقى محلولين عندك اهو. يلا يا ريس. نقط شارم، ما احنا قلنا المدينه بتاخد while in شارم وحلناها وحطينا عندنا برضو في الادفانسد قبل ما ينزل المعاصر. Not my stay اثناء اقامتي during اثناء الاقامه بتاعتي. I know the cold weather انا تعودت على الطقس البارد، يبقى got used to. got دي مكان لايه؟ مكان لووز. قلنا be used to be بعديها noun او فعل زاد ing. noun او فعل زاد ing. there is a charger not to the mobile، في شاحن متوصل بالموبايل. هنا معناها which is attached. دي لسه برضو جايه في الترم الثاني. بيقول لك ضمير الوصل لما بيجي بعديه باسيف، لما تحب تعمل اختصار للجمله بتشيل ضمير الوصل وتشيل verb to be ويتبقى التصريف الثالث بس attached. ضمير الوصل ده ضمير وصل لما بيجي بعديه باسيف، ضمير وصل ووراه مجهول اهو، قال لك تشيل ضمير الوصل وتشيل فيرب تو بي بقى لك التصريف الثالث بس. تمام حبايبي الغاليين، كده خلصنا بارت 2. باقي علينا بس الامتحان، يا نزل في الحصه دي كمالت الحصه دي، يا نزل في حصه لوحدي، وكده يبقى خلصنا يونت 1 بالامتحان بتاعها بالقطعتين. هحل القطعتين في الامتحان. تمام بكل الجمل، ما سبتش ولا جمله لا المحلول ولا مش محلول، يعني دول الخمسه المحلولين اهم يا فندم انا حليتهم معاك اهو. هم محلولين بس انا حليتهم معاك ووريتك ليه. اتعب بقى وشد حيلك شويه، اتعب وشد حيلك شويه، من فضلك حمل على روحك شويه، مش هينفع انا حل وانت تتفرج عليا. اعمل كل اللي تقدر عليه وانا متاكد ربنا هيكرمك. ربنا رحمته واسعة، مفيش حاجة اسمها مش قادر احفظ. اكتب الكلمات في ورقة كبيرة قدامك واقراهم 20-30 مرة هتلاقي نفسك حفظتهم. كنت بعمل انا كده وانا في الكلية، لما كانت الكلمات كتيرة كنت اكتبهم قدامي واحطهم قدامي على المكتب واقراهم 20-30-40-50 مرة لحد ما احفظهم. اتعب يا ابني، ربنا هيدينا اكتر مما نتخيل، عشان احنا بنعمل اللي علينا وعشان احنا تعبانين وبنعمل اللي علينا، فربنا هيدينا اكتر مما نتخيل، بس انت بس اعمل اللي عليك. تمام؟ انا واثق في رحمه ربنا وواثق في قدراتك انك هتقدر تهد الدنيا. ربنا يسندكم، ربنا يشجعكم، ربنا يفتح بصيرتكم، ربنا يعرفك ان احنا خلاص دخلنا في الاوقات اللي المفروض فيها شد. انت فاكر ان الاوقات دي فيها نوم؟ لا يا فندم، دي الاوقات دي فيها شد. المدرسين هتبدا كلها تشد عليك شده جامده، اللي هينزل امتحانات كتير واللي هينزل حصص كتير، فانت المفروض تشد حيلك على قد ما تقدر عشان تجمع. مستر ما احنا مش قادرين نلاحق على ده كله. يا فندم قسم وقتك، قسم وقتك من غير ما تعمل جدول، الجدول بيضيع وقتك. من فضلك قسم وقتك على المهام اللي عليك. النهارده نزلت حصه انجليزي هسمعها، بكره نازله حصه فيزياء هسمعها، بعده نازله حصه كيمياء هسمعها،
بعده نازله حصه احياء هسمعها يا مستر. طب ده النهارده نزل اربع خمس حصص مش عارف ايه واربع خمس حصص مش عارف ايه، اسمعهم. مش قادر يا مستر، على مهلك واسمعهم وركز، قسمهم على الثلاث ايام وانا متاكد ربنا هيكرمك. شوف وشكم بالف خير يا احلى طلبه.